بسم الله الرحمن الرحيم كلن توعنا ونكسن داود والميل بد جوكتان كسر هذا برنامج كارمها برشدة نجابرة تي في كان يو أفريقا قيبتي سافك الصومالي هم البساعد ومركتها سديدة يو بركة في دماغ تلك خرطوم إن عاو برنامج كيو حمرتي واه عبد الرحمن علي أحمد أما دكتور عبد الرحمن علي أحمد وإن دائر دكتور أما طبيب سيدة تتك وقرنا يوم تتك عرب تجوا ميلو بجوجان إن برنامج كسر عبد الرحمن والله العبد ستار ونكون دواي ونحسن تهاي إن كذي برنامج كان أما سودو إنت كذي إن برنامج كنا عاو حنكون فلان قين دونا لأنك أيوة أرمها أوكار كأما سيدو وديجا سجا بالودة إنترنت كأما دباتوين كأما مشاكل كذا كي كلا كل مان لأنك أيوة أرمها إنترنت كأنا سؤال شيء ذكوت مركب كويديو عبد الرحمن وامحي بالودة إنترنت كمحسن أو بحسي بالودة إنترنت ك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مر الله بعضكم السلام يا عبد الستار محمد وأول شيء لو تنشره وحكوت شر مرحلة كان مع عديت الدنيا هذا وحو سوا كعيسى عديس الصبح كديمك وسويت كذي حقا أنصدين وأخر يوم كتاب تبتنا وقت معين أهلا بس عدد إلى تحس عدد وكل ما يستروا محمد أنت أنا كتابي كلفورين وحسي بالنت أما إنترنت كما فرمي كسوا قال حالة ولا يرفيري وبلابي وحقوه ري وسبكي وتوابي لا صدح فرفر الموضوع يالي سيدو كله فيسبوكي وحكى سو قال نوتيفيكيشن بس تحالة ولا صاحب كي صار لقي وقالي موضوع ضاضوها تضبطن باك هاللي كهاللي كومنت كبيحي وأخري لما تود نفتي سو حسيسي إنه وتوابه وتوابي كان وردي كان ريبلاي بوسيه كان لايك بوسي ها لايك بوسي يسوع كان بحين فيسبوك هدي وكيمي بس تجاس سو ساوي رسعان يروح على كساحيب كيسو إما يرد شيء تهني يبغو جوسي دري إن يربها دوت شو جو حساق على تويتر وركي قدام بيا وكل فتاي وراعي هسي سعته وحس أقعدي سو جو ساعد وحكله كبحية إنترنت ك حرف ليا بوجي سنة أنك على فورم ولي نسيب درة أنا ما همك كوايت الإنسان كده عضو ومشكلة مرة بالبحر يستا صلاة هذا عن شيء جاي وميت كده عدل ما أنت أما بدنا كنا نسي أم بدنا هاي عند اللي يرتين هذا لك هو ستي عشرة كعضم كإنترنت كا دام حتى سامي الكوي لا تدنك يا تكوين حتى خوف كي أنس أوجين مرة بدن وحي وسعودي أما هذا في أما وحي ودوني وسامينا إنه نورشي سك سامينا يو أريقة بالودة إنترنت كا مركي كواذا الاستعمال دوان معها وحسب لهم ماي كم سجال بقول السجاشنات كي هل قاسوا أقوي هن فربون سيكولوجيستك أما سيكولوجي كنت تخصصي إسكو ديان إن ديتك أما شرير كواوين كشيغان ليبت أولي هاي خطرت أولي هاي ناي شيغان سيدي دبا مكان نحن بالود هدي عند سومالين هاي وحن نقانا بالود النوع الله يقانو نوع هذا وحن نكون بطن قاتك أما سيجار دين نقانا ومحي بالود مكان نحن وحوين وأشي يقفكو استعماليو أما عنايا أما هسكول مدوان إلهي نقم من الجلية تبي تنقفك وجهه لي درين درين كيس كده وندقنا عشاء هدوقفك عشى وحاس كده وحلا كل ما يا أعراض أما صفات محدين أما ورور أما جديد أما دار فربضن بحيث إذا كان سنسو قصبنا لي إنه تبغون نقضه استعمالك بهاشا واستعمال يقفك عشى مرة مركز دمسو سياسية قفك عشى حكومة كريم مرة بس وحويه لها كريتيريا أما استعمو أما الصمد قارة أي لهذه بالود ما كله حليه يعني تركيز كيسي قف قاب أهان أما رسمت كيسي وحسنا وحقاضنا إنه كفكر مرول با وكفكر ودبتنا وسوءه لها لعكت يسوق بحين يو قف يسوق أوجين يسوق لبت أكو كان سو عافمات كيس لبت أكو كان سو شخصي لبت أكو كان سو حير كيس قيس يجيب بلش أهانات بهذا نوحي سمين يا مرول بنفتي سو عنانا يا بالود وحلا يقان وحمحي الصفات كنوع عاسو ذاك يقول كتاك الدولية أي واحد يسكت ديان إني سو بنديجان قب عصب بلود كمذا وهي بلود مركورين قانون حيوية محي إن راح نقف ولح أو استعمال يا سبستنس حد سو واحد هذا نقم هذا قاركود أي بلود مركي للشري شركة وين عالم قاعد دي إس إم فايف كام كله يقانو وحل أقاضي أما اللي سلوا فقي قريبة كمذا نقم هذا إن بلوديين بالفعل ودت كاسدد أما إلسميين كوا دروا قذا عبا أما كوا قات كعنا أما بالحيل هالمام هذا قف كان والله استعمالي ما يسكون بدي مايو عم عاب مايو لكن ده قبلنا قار كنت بالسمانية ما دامه لازمي ها ما دامه لازمي تصالح عندك قبلنا نوع عسى أدتك أي شيء جان وحكم إذا وحلو يقان الجامبلين أما خمارك هذا تقانو قف خمارك عيارة أما تربك هالنقطه أما دمرد هالنقطه ولا عقد جيا قف كاسي وحلو جيابا ما أنت نقص ترى قال إنه لبس ساعة أما استحس ساعة مستمعه لكن مختفر بنك قاطه
qofas wax halgaya baa inuu raahdo wallahi niyo laba fooradood ama saddex fooradood baa niyo lagu lahaa lacag intaan leegna way ka baxday maanta weyn soo dhicaya wax halgayaaba inuu hadii uu iska daayo ama isku day mudayn iska daayo inuu dareemo dareen degashan deganaasho la'aan bilmaana yaani miqyaaska ama sumadii laga helayay walxaha qofku isku mudiyo ama macabayo ayaa laga helay dhaqamada qaar ku qofku ku sameeyo yaani aqligiisa miisaankiisa fikirkiisa wixina wuxuu noqday daairada inuu galo oo ka fikiro waxa uu saameynaysaa sidii dowladan dragiska ama waxyaalaha qofku cunaya uu saameynaysaa ay dhaqamadan qofkii uu saameynayaan oo waxay raahdan qayb ka mid ah maskaxda qofka bilaadanka ayaa markuu dhaqamadan uu sameeyo ay dardar gelinaysaa ama ay stimulate ku sameeynaysaa si la mid ah sidii u dardar geliso ama ay u stimulate gareyso dragiskani bilmacna drag maanta markaad isku muddo ama markaad cabto ama nooc doonto ha noqotee qayb ka mid ah maskaxdaada oo soo deynaya dareemada farxadda loo yaqaano ka mid tahay dopaminka ayaa la dardar gelinayaa sidaas si la mid ah dhaqamada qaarkood ee ka mid tahay khamaarkaas hadda la isku waafaqay qofku markuu sameeyo ama internetka ama balwada internetka maanta aan sheegayno qofku markuu sameeyo waxa la dardar gelinayaa sidii baaritaanku sameynayo sheegayaan qaybahaas maskaxda oo kuwa tusaale ahaan oo kale haddii aanu sheegnay magaceeda loo yaqaano ventral tegmental area ama qaybtan hore prefrontalka loo yaqaano prefrontalka qaybtan loo yaqaano waxay mas-uul ka tahay badanka qofka inuu sameeyo waxa loo yaqaano goal directed movementska ama maxay control naftiisa inuu control qofku yani qofka xasaasiyadiisa iyo wuxuu ka fikirayo iyo wax walba in qadka ka baxdo awood u lahaan wax ka saacidaysa dhaqamada controlka ka baxan tusaale ahaan oo kale maanta inaad awood u yeelato maanta inaad fadhido oo buug akhrido oo aad maanta u hayso waa control qaybta ka mid a inaad sheegan iska dayso inaad sheeg noloshaan balaangareyso tiraahdo waxan waxa muu ka horeeya kana kama noqon aad fuliso waxaa ka mas-uula qaybtan koowaad loo yaqaan prefrontal cortexka qaybtaadan waana qaybta had iyo jeer daciifaysa marka bahalkii qofku uu sameeyo ama hal jeer uu isticmaalo dragiska oo qofku markuu controlka waayo ama waxa loo yaqaano loss of control qofku markuu naftiisa controlkiisii ama inuu hanto ay dhici weydo bilmacna waxay noqonaysaa wixii isagoon awoodu lahayn ama karti u lahayn inuu sameyo marba mar kasii dambeysa bilmacna anigo waxaas arkaya anigoo sameynaya haddana waa iscalaanlaya haddana anigoo sameynaya is arkaya nafsa shay gambling ama khamaarka waxyaalaha lamidka ah ayaa waxaa la ogaaday qofku maxay in waayo controlkan maskaxda qaybtan hore waayo dabeetana qofku isagoo ogeyn marar badan u sameynayo sheega qofku uu sameynaya haddana wuxuu socona uu ku celinaya sidaas si lamid a waxay dardar gelinayaan qaybta loo yaqaano qaybta farxadda ama rewerka oo qofku waxa la soo denaya hormoonada farxadda dabeetana haddana qofku uu sameynaya hadana qofka hormoonada farxadda la soo denaya haddana qofku uu sameynaya dadana qofku si uu u helo farxaddii joogta uu si joogta ugu helo wixiin dibbu marba ku sixto sameynaya maxaa ka dhexeeya haddaba waayahay haddii aan hoos ugu sii dego research kale yani dragiskan iyo dhaqamadan qofku sameynaya ee ka mid tahay gambling oo laisku waafaqay iyo internet addictionka balwada internetku ilaa hadda aan laisku waafaqin qodobka waan tambihinaya yani ilaa hadda inta laga shiray laguma dani liiska ah waxyaalaha maxay balwada laakiin doodo fara badan baa jira xarumo fara badan adduunka ayaa jiro lagu daaweeyo waxaa jira dad badan oo aadka u saameeya siiba ha u badnaada dadkan asiyaanka ama chiniiska ha badnaadaan oo lagu odhanaya marka qaarku waxay isticmaalayaan 10 saacadood ilaa 12 saacadood ka mid a takhayal ciyaado farmasi ayaa wuxuu furiyay qofkan internetka isticmaalaya balwada ku noqday inuu ka daweeyo oo dabeetana qofka talooyin la siiyo oo qaab loo cilaajiyo lagula tacaalo oo tusaale ahaan oo kale Klimber Young oo ah aqoon yahaanad psychology ku takhasustay oo 1996 waxay diyaarisay liis ah ama ku saabsan maxay waxyaalaha lagu garan karo qofku inuu balwad internetka u leeyahay yani qof kastaaba balwad kasta qof dadku isticmaalaan dema oran karayno waxa jirta marxalad daran dadku ku kala duwan yihiin hadda sidaa sheegtay ee chineska ama dhanka iyo indhayarta marka loo fiiriyay waxaa tiri waqtiyadooda markaa fiirisan bisaad ama markaa sudan joogta ama meelaha qaar markaa kula nolaad waxaa arkaysaa qofka telefoonkiisa inuu yahay xaggiisa maadaama xagga marka loo fiiriyo dhanka iyo aaladaha iyo aalada xaasubka iyo isticmaalkooda ay ku yihiin dhan oo aada uga horsareeyaan marka loo fiiriyo bunog waxaa arkaysaa yani ku yaala malaysia ku yaala ama meelaha qaar ku yaala arkaysaa qofka si sahl inuu ku dhacayo internetka iyo qaabka ku isticmaalaya marka taa dabcan waxaa la dhihi karaa nooc ahaan marka loo fiiriyo sababay una kartaa iga xitaa dhankaa aad iyo aad ha fikradma waxa sheegtay qodob muhiima sheegtay oo waxyaalaha qofka u sahlay mar walba inuu waxaan isticmaalo wax ka mid a siru sahlma waxay ku helaysaa bimacna yani qofkii isagoo lugtiisa ba dhaqaajin ma laga yaaba inu waxay helo markaa subixii soo kacdo shayga keliya gacantaad gaadhaysa waa isaga shayga keliya guri ka baxday ama adagtena ilowda waa mobilkaaga ha oo waxay haddii aan sii wado Klimber Young qodobadan ay sheegtay waxay tiri haddii tusaale ahaan oo kale ay kugu weyn tahay ama mar walbaad ka fikiraysa internetka inaad furto ama aad gasho ama talabaadee ah tusaale ahaan oo kale qofku inuu internetka isticmaalayo
ما أنتوا أركي أبغى نستعمله حيل أنتي قلت لقال إنك فر بدن وما أنتوا حيل استعماله برساعات وس أركي ده بتنسى قصده ساعة ضاع فر ساعة وسي ساعة سيفيا سو أجين أما صراحةً كلا قفقي محي وس كده دور تير إنه وحنا كتخلص أو توتشيو واي ما هو أركي ده كيس سو أخبر شيء كتشيستي شقدي كتشيستي نول ما مت كيس كمشغولة ده بتنو وس كده إنه تور وحنا توتش إلى هذا هذا نكون جول دري سنيو سو كلا واحد شيء تقف هدو دريم إنه دكان عشان الآن أم مرق دريم يمرق إنترنت كم قناة مدو dadku ku kala duwan yihiin waxaanu dadku waa iskuula meel dheer dadku xalgay waxaan aan sheegay qaar badan inay in laba saddex ama dadka qaar kood ku lugood ay wada saayeen waxa iskuula ay sheegtay maxay hadii aad een sahano kala aad khatar gelinayso shaqadaada oo aad ku siganayso shaqadaada laga ariyo ama aad ku weydo maalmaska qayb kamida ama waxa sheegtay sidoo kale qofku inuu kaga baxsanayo mashaakilka qaar kood noloshiisa haduu ku yahay internetku inaad ka baxsato mashaakilka noloshaada ku soo wajaha markaas tuna mushkilad kaas waa jeedo qoyskaaga asxaabtaada jaamacadaada iyo waxbarashadaada in aad kaga baxsan sa internetka dina isku mashquulin sa sidoo ilowdo si aad u dareento farxad iyo roko meel gaara adigo in sabab kaaga dhigaya dhanka iyo maadaama la xariiraysaa dad kala kharijka ama wadan kala jooga ka raadinaysaa wax yar un halal qal waxa laga yaabo in wax fiirsatid ama wax inaan ka eegto wax yar ama wax inaan qortid kadibna تنوع كلامه ومشاش كاغو بدل مشاش كاغو بدل ها استاذ قال وحش تحدي حتى ادبنك شيء قص وقت لا استعماشيد وح انترستينك اما حيسه له وحويان ددك هدادك تيماديد او تراهيد وقت انت لك باستعماش انترنتك وح لقيها تضبط اني مكفكر هادو مركه ور شن مسخيس اوغي انو صدح يراهده اما ادو لا بس مالها اسكو يراهده وانا وحيالها ها وح محدد ملهان يعني قفكو ها قفكو حلقيها وقتي صحده واستعمال انو كو يري مره بدن waan waxyaalaha lagu garto qofka in balood isticmaalo haddii qof taa balood isticmaalo war inta shir balaga yaabo inaad yar qaniintid bahalka qaadka wallahi ma basado kooranaya adigu marmar baan laga yaabaa kuna magtay adigu qodobada sideed ay sheegtay murka qaar kula batma la gaarsiya wax jira waxyaalo kale lagu ogaado scales baa loo yaqaan waxyaalahan lagu ogaado ama cabir waxay sheegaysaa aqoonyahanada psychology ku takhasustay shan kamid hadii laga hadlo sideedan hadaan soo sheegnay inaad qof internet addiction u hayo haddii si ku doodo sayadu yani balwad balwad internet baa ku haysta kala ma kala dhigo qof mushkilad haysta tahay ee dadka qaar ku wax laga yaabo laba saddex in hayso afar in hayso dadka qaar ku wax laga yaabo inaan ahayn dadku ku kala duwan yihiin sida qofka balwada hayaana ugu kala duwan yihiin yani hadba qof walba inta tirkiisina ama inta jecel yahay ku xiranta ama inta isleeyahay misaajkaaga wax badan ku bedeli karta markay dhibaato ama mushkil dhanka waalidka dhanka familyga ama dhan walba ka qabsatay ha marka waxaan oran karnaa maxay ina waxa jirta mushkilad wax loo yaqaan balwada internetka dadku inay ku kala duwan yihiin wadamada dadkuna kuwa ku kala duwan yihiin hadda adduunka waxa ka furan xarumo caafimaad oo lagu daweeyo dadka qaar kood ee doodo farabadan iyo research farabadan ma internetka laga sameeyay si maxay dadka isku day mushkiladan in maxay tahay cabada iftiinka ama leerka ama iftiinka laga qabto ee in haasan ka bixi karaan filaya su'aashaad walaal bal ee saameyn nooc ay ku yeelan karta maadaama ay sheegtay ama good ahaan balwada ama waxay tahay sifad ahaan oo keentay bal saameyn nooc ay ku yeelan kartaa qofka shakhsiyada caadi ahaan asagoo isticmaalaya madan caafimaad ahaado dhan walba marka ka hadlayna mushkiladan internet balwada internetka qofku wuxuu la nool yahay bulsho qoys buu ku dhex jiraa wax laga yaabo in family-giisa dadku la dhashay tahay ama xaas uu leeyahay wax laga yaabo meel uu ka shaqeynayo bal waa hagaag daawad yar wili waxa ku guda jirnaa qaybii hore barnaamijka qadar yar xayeysiin isku soo noqosho aan anaga fogaanina barnaamijka waa barnaamij aad u adag telefishinka New Africa waa mid guud oo aad kaga bogan doontaan barnaamijyo kala duwan kuwaas oo taabanaya dhan kasta oo nolosha ah waxaana si gaar ah loogu talagalay bulshooyinka Afrika kuna baxaya afaf kala duwan sida sawaaxiliga hawsaha ahmariga iyo afka soomaaliga fariintiisuna waa xal u helida dhibaatooyinka jira qaaradan isagoona u maraya qawaaniinta iyo shuruucda saxda ah ee u degsan warbaahinta xaruntiisuna waa khartuum suudaan yigsigeenu waa barwaaqada afrika iyo horumarkeeda Thank you.
in wahagaag daawado yaal mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawaada barnaamijkii arimaha ku falanqeynayna dhanka iyo arimaha ogaalka ah ama u gaarka ah dhanka iyo balwada internetka ee barnaamijka martinigu ahaa cabdiraxmaan oo doctor cabdiraxmaan ee cabdiraxmaan waxa marayna dhanka iyo arimaha saameynta ku leh ama qofka saameynta uu ku yeelan karo dhanka iyo hoolaha caafimaad bal caafimaad ahaan muxuu qofka saameyn ku yeelan karaa caafimaadka amamka laga hadlay saameynta uu ku leeyahay si guud ahaan nidba shaqsiga qofkani san sheegnay family uu ka tirsan yahay tusaale ahaan kale waxaa laga yaaba qofka internetka isticmaalaya ama labada qof ee isqaba internet laga yaaba inay saad isticmaalaan waxyaala ahayd marka hore inay ka farxiso ama xiise geliso marka ay sameynayaan oo ahayd dadka caadiga aan isticmaalin ahayd inay xiise geliso ama dee ay ku nafis lahaayeen marar badan inaan dareen u qaadin waayo dhibta uu leeyahay internetkan waxaa ka mid ah qofkan uu baalkan saad isticmaalo waxaa ku dhacaysa maxay isolation ama inuu keli noqdo bulshada ka soo cmo kasii dhex baxo waayo baahi uu qaba ma jirto inuu dadka ka hareereysan dhexgalo oo dabeetana la hadlo dahakaa dhexgalay marar qaar waxaa arkaysaa suwar waxaa jirta dabcan facebook ama meelaha ay soo dhigaan waxaa arkaysaa usro wada kaamil ah ama usro wada jirta guri wada degan kursi wada fadhiya qof walbana waxaa arkaysaa isagoo meel kale u jeeda telefoonkiisa ku mashquulsan taa waxaa arkaysaa qof walba wuxuu yeeshay usro kale oo banaanka ama khaarijka ah sidaa darteed marka waxaa u leedahay qofka uu ka fogeynaya qofka kale u dhow ama qofka reerka ama fog ha oo wuxuu gelinaya maxay keliahaanshu qofka noqona tusaale ahaan oo kalaa xataa mararka qaarkood heerarka gaadhaha ka mid a waddankan aynu joogno hadda marar badan markaan maqaaxyaha fadhiisanayno waxaa laga yaabaa shan badan dhowdhowna asxaaba intaysa yimaadaan dabeetina mid kastaa mobilkiisa inuu ku mashquulo dabeetina meesha wax ka baxaysa hadalkii waxaa laga yaabaa mashkaakilka noocaasi ka mid tahay inay qoyska ku keento tusaale kale qofka waxa laga yaaba academically waxbarasho ahaan waxaa la yidhahdaa internetku waxyaalaha koowaad ama kaabaha koowaad ilmaha kaaba ama qofka ardayga kaaba xagga internetka ama waxbarashada ha waan odhan karnaa sidaa laakiin waxaa la sheegaa marar badan inaan taasi isu dhogto cagsiga oo ay sheega dad badan oo ka mid a dadka maktabadaha haya ama research-ka qaarkood sheegayaan ama dadka hadii jeer mas-uulka ka ah meelaha kombuyuutarada dadka aqoonta ay ka baadhaan internetka iyo aqoonta waxay sheegaan dad marar badan inaan academically dadka ardayda intii kor u qaadaysa ay iskaba yaartay iskaba yaartahayba sidoo kale daraasada ay sameysay Alfred University taasoo ay isku dayday inay ogaato waa maxay sababta ardaydii markii hore jaamacadda soo gelisay ee gareerka sare kusoo gelisay hadalka dadaan dhamaystirin dadka qaar waxay dhahaan hadda waxaa dhahday faa'iidada internetka wuu yartahay aad bay u yartahay bal dadka qaar waxay dhahaan macalin google ama googlaha naftirkiisa macluumaad dad intaa u eg bay qofka ka helaya bal dhankaa markaa u fiirisid ijaabi ahaan ma jiraa wax yar un ijaabi adigoo intaadan galin mashaakishaa badan ha oo imika su-aalaha dood waxay ka taagantay ama doodaha ay ka jawaabi kari lahayen dadkan ku doodaya imika in internetka loo aqoonsado inuu balwad yahay waxyaalaha ka jawaabi kari lahayen waxaa weye kamid a war dadkan markay internetka isticmaalayan marar badan waxay isticmaalayaan aqoontooda gaarka marar badan waxay isticmaalayaan danahooda gaarka inay wax ka raadsadaan sideebaad ku cadaynaysa qofkan ama kale sooci karaysa qofkan inuu bara bulsho isticmaalaya ama inuu aqoontiisa gaarka isticmaalaya mugti yacni fawaa'id way jiraan oo casri waxay isu furtay dadka aqoontiiba daafaha dunyada dhan isu furtay laakiin tinacaawa diirada saarana waxaa ka mid a waxaweyn angal kale ama xagal kale oo dadka ka saameynayso ha waa su-aalna laga jawaabin weyn kuwaasi waa taxadi hor jaara dadka ku doodaya inay balwad tahay laakiin xagashan kale ah dadkan inay balwad ku noqotay oo ay marar badan ka hor istaagayso noloshooda qeybo ka mid a ayaan isku dayna caawin diirada saarno oo tusaale ahaan oo kale jaamacaddaasi daraasada samaysay waxay soo ogaatay boqol iyo afartan dadka ardayda noocaas ee ku fashilmay jaamacaddooda kadib markii hore ay kusoo galeen maxay darajooyin qeyra caadiya ardaydu isbedeleen maxay u dhacday bay idhaahdeen markay baaritaan ay isku dayeen inay sameeyen waxay ogaadeen ardaydan boqolkiiba 43 ka mid a inay habeenkii ku daahaan isticmaalka ay isticmaalayaan jaamacadda kombuyuutaradeeda kala duwan waan takhayuli karaysa arday isticmaalaya xiliyada inuu isticmaalaya internet social media waxyaala lamid qof deetana maxay dhacaysa inuu waxbarashadii ama hankiisii hore hoos uga dhaco oo tusaale ahaan oo kalaa marka neurosyniska laga hadlay waxay dhahdaan waxa daciifisa qeybtan koowaad kaantaroosho qofka inuu naftiisa hayo ama hantiyo oo maanta awoodda aad ku hantinayso naftaada inaad maxay aad buug hor fadhido ama shay kaaga bahan tirkiis inaad tirkiisiiso aad naftaada samar ku siiso marar badan meesha ka baxaysa haddii aad maxay isku badiso internetka sidii ay sheegayaan oo qofka markii hore waxaa laga yaabaa inuu dhibsadoba waxyaala markii hore awoodu lahaa inuu akhriyo inuu kasoo yaraado hankiisu dhibso dabeetna ula caadiysto maxay waxyaalaha yara fudud raaxada yeel kumeelgaarka ka helay inuu sameeyo ay ka mid tahay internetka iyo jeck iyo miyaa lagu comment gareeyey miyaa like lagu sameeyey iyomarar badan hayada lafteeda tusaale ahaan oo kale sidoo kale waxaa ka mid a shaqada dadka xataa shirkaad ka shaqeeya kamid nabadgeliya mushkiladan oo imika qalab yaroo cusub oo ay isticmaalaan
baaritaan sameeyay nimanka shirkadka haysta waxay ogaadeen dadka u shaqeeya 123 kamid ah waqtigooda ama waqti internetkan isticmaalaya 123 kamid ah bas ayaa shirkadda lagu adeegaa inta ka soo hadhay maxad maleenaysa يعني حتى دتك كشقي شركات مرة بدن وحويهن ضحية أما وحويهن فكتم بويهن مشكلة دن واحد جاي وقفك إن مركي يعني وقت يجي أما أنت لو ربع هنا شركة مك وقت يجو إن وحيلك على قالوا إنترنت كم كلاس هل كي هاد إن محي وحصل سعرك أما محت شقة ذا وشركة دكتور وقاعد لها يدي وقت بدن قصي بحين لها المشكلة هل كه قاعدة حتى شرتها يعني فوائد حتى شركتي وحاول حقاطة قيبت أقو بدنت ها شدة إشي جين ها قيبت أقو بدنت بك قاطي مرة بدن واي وأنت أو شركة دو أذيعي مكو دمي وح قال لي إنترنت كيس وقال لي قفقي وسنة شيء نقف كنا قفنا تيس كان توري كريم معها أو وقفها بالود أو كلا إن كعبرناها حتى عارف ما تك عادي كان كهذا كنا ما عندنا حتى اجتماعي كنا ما عندنا واحد راح هذا المحي تذكر استعمال إنترنت كا ما كان لو أكو تماك السنة قدام بي إن لو تشبارمين لو بالله ب تذكر نقول ما تخيل كرست طبيعي وياه سو كل واحد هذا نيمك سفرهان كله حيلا قفقة عادي وح صفاتك أمر رقم وحيلا كم بقى كله حكم نقفقة إنترنت كاستعماله تذكر دراسات كسامي وحكم نقفقة نبورتون أحو وصلهان كله جامعات كهارد في أمريكا سكول أما واشنطن يونيفرسيتي أما بيرنهام ومنس هوسبيتال دراسوين أي سميين وكقاعدين شنكون أو هبلوت ودأدو دون حيث أفرت من إلى كوبيل باتن أيود حيثه وحيث كده يعني ويديان أما كهالدان sanad kale soo dhaafay weekly ama week ahaan waxay sameen jireen dhaqamada ay sameen jireen waa maxay oo deed si ay u ogaadaan xiriirka ay ku leeyihiin ama saameynta ay ku leeyihiin miisaankooda waxay ogaadeen internetka faraha badan ay isticmaalayaan iyo habeenkii oo hurdi ama hurdadan ku yar hablaha ku yar inay ka mid yihiin waxyaalaha ka qayb qaadanaya in miisaanku siyaalo logical hadda hadeen isku dayn mantiqiyan qofkan dadka ka soo haray gurigoon fadhiya ama an activity dhex gelin asxaabti si iyo exercise badan aan sameeyo ama aan sameeyo oo ku mashquulsan internetkiisa waxyaalihiisa طبعاً وتقارن كسر ناحية ده. بل دتك قارن وحي وتقارن دتك مركا أوفيريس. قفك ديجيروك قاضا. قفك ونقارن يا برلا. وقفك هردده وكجا يا. مركا السودان أوفير. قفك مركا هردده بدنا يحلا. قفك قفسي ناحية وقفسي وينانا. بل قفك إنترنت كأجا يا. هدنا سيبورنا. بل تا أرينكا. صراحةً وكلا إمكا دور صفات شكتي. إنترنت هردده سامين بكل يهاي. صفة. علاقة وحكاية حيسة كمان ماكو سيادة كأنه سيادة يعني. صحيح. ما ويراني ما كوضع عكس معليش. بالمعنى إنترنت كقف كان استعماله الله يتبوا استعماله. الله يتكان استعماله وحو صاميله محي. إنه هو صامين كويلنا. إيش شو كده حب حياة وحجارة يا محي قريب تكمل مسكح لكم السوق لأم محي إنه قف كحليه ذقار كاس حليه قارس صحيح. شركات ديان في ذم كوي قانا أفق قلال ذي قانا. وقف كوي هدول عاو حليه قاسي حنت تيس قالك حلقة يا بهم دمي حليه حليه ميهردين كوقفته. و biological ساعة كلوك ويان وحي كم مسؤول توقف كهردية سكم مسؤول تهاي واحد تتمر له يقان بين يال جنال أسودي هرمون كله يقان ميلاتونين أو كم مسؤول قف كونه سيحه مركز دبتر وحي على استعمال كم قف استعمال الإنترنت كان فرها بدل حسامين هم حين ويرايه هرمون كانوا عازة دبتر قف كي وهردية كيراته ودراسة فر بدل أو ذيك قارك سنبيان وقيب كلا ولا لك عوائم كل حال رهضة دي خو جيفتين كلا كهلا halka laga hadli jiray gaaska iyo laga hadli jiray baalki chemicals bayno boosin iyo lagu sameeyay maxay dixo erga Soomaaliga dixo inuu sameeyay ay wax ilaahay iftiinka laftiisa dixo inuu sameeyay hadda oo sameeyay inuu keenay inuu keenay kamid tahay iftiinka faraha badan la kamid tahay hurda la'aanta ilaahay inuu sallallahu alayhi wasallam sheegay maxay habi kam ka saaxan san iftiinka ka baxtiya albaabadan xil hadiiska saaha macniisu marka ha qofku ay sameeyay hurdadiisa taasan ka baxaya su'aashaan sidoo kale waxay raadaan qofka xalgay ayaa inuu ku siiyo dhabar xanuun ama xiyaalaha laakiin waxa loo baahan yahay in daraasaha farbadan laga sameeyo taleefteeda waxay sameeyay waxay raadaan sidoo kale qofka haye jirinta internetka isticmaala xiriir wuxuu la leeyahay qofka haye jir murugo oo badan kala kala garamay ma murugada horeysa mise internetka isticmaalkiisa farbadan ba horeeya muu qofka intuu murugo ku timaado iyo walbahar ku imaado ay bulshada iyo dadkan ka diiqadooda dibteen dadku ka soo amaad dibteen internet farbadan bu isticmaala mise qofkan ba markii hore internetka ku imaada internet farabadan isticmaal dadka ka soo maal muhiim ilaaqa ka dhaxaysa hay jir dadka isticmaalka internetku farabadan yahay waxa la xiriiray maxay in hay jir dareemaan maxay kalsooni darnaftooda ku dareemaan dadka ay ka soo maan warwar iyo waxyaalo la mid ah ay ku timaado sidoo kale waxay raadaan dadka hay jir internetka isticmaalaya wuxuu ma ka internetka qofku isticmaalay wuxuu dareemaya dareen ah farxad way wax la soo diinayaan dadka hormoonada ama maxay dhaacamada farxadda maskaxda la soo diinaya qofka aan qofku xidri qof dadku ka soo ciyaabaan niri qof ma dareemay waqtiga samirka hore soo sheegney sidoo kale waxay sheegeen in raadaan qofka awood u leeyahay inuu kala habeeyo
وكل هرسية بلانس كيسة أوليات كيسة ها وهذا ما تكمان قان كقاط ودم وقت واي وحن المحي قيبتن كوا هذا مسكح هذا محي أي ضعيف ها وحل جاب إن كتكلسون درو سيدك قويس كأ ودك فاميلي ذا إمك وحالها أنو أركان شخصيين إن ديب كين كرسوا حكم ذا تذكر هذا سلاس وكعية تشيل كل إنترنت كيف فيسبوك وسكو كوا ذا كعية هذا تو حلقة جاب مشاكل حيرة حاجة موقت كلسون ذا يو حالان درين كان هنا سان نوع عمل مرة بضن إنه كانوا قدرت كي مشاكل ديلي لايف كود كت مع دو مشاكل نوع عاس أما إدها لسبب مرة بضن على جابوا إنك سو قاري شيكون أنا هرا أنا لو مقلت شرين هي بلي هبل على جابوا مشكلة داس إنك كلا تجين أم مشكلة مكتهاي ما قرته وحالك كسوسي هذه كم تاعي لأنك يعني كلها وحياته هلا عفمات كأنك يمكن كر وإن سيدا أكتها أما سيدا شكتها أنت صاروا أنت وقتي dadk wixii fiirnaa mashaakil shu wixii raadinaa internet ku leeyahay waana garanay mashaakilki wixii dadk bal maxay ugu tagi laayeen maxaa ku kala fayn wili ku sii socdaan maadaama dad badan ku kala tageen in misal badan la jiro qofka maanta oo saameen ama u tiirsan karo ma inno sa ayda jirta la og yahay qof walba uu og yahay reer walba uu og yihiin sa ay tahayna dadkii ardaydi wax walba sidii wixii ku yihiin qof wili laazima ama wili ku socda maxaa marka kala fayn inta oran ولا عبد الستار برضه وتين تاني في أوقات قالوا سؤال مهم لكن واحد قبل لو تسقط بيرو مهمة وقذب الله حيرد هذا هردتها الشكتة صفا هردتها إذا كان إنترنت كاستعماله بحنا شعل عند الأول قد رأسه اللي قسم يتسان هان وكلا وواحد لو قاعد إذا كان هاي شرعات استعمال بعض الإنترنت كما كان لو عبر عبر كلا يقان له إنترنت أدكشن سكيل صفا وانسى الشكني إنه كلا تدوية عبر كاسي إذا كان قارب سؤالها قارب سؤال ذاك اللي ودينيا يعني قاوك وكلا تدوية هنا سؤالها يقف والبس قابك كوي هاي سؤال بعض ما اللي ودينيا قابك دوت شاف درجات بالقصينية هدي الدرجة قالك أضافته حتى يقف بالودل صفا هدي الكيارات إنه معرض بات أما ويقول نقوش هاي هدي ميل قالك السيارات إنه أدي مشكلة أنا سي مرض كي عمل سي مرض كي الوقع بريء الوقع بريء مركا واحد شيئاً إن وحلو سمي تركي قال قسمي وحنا لقرتي تركيش نيوروساينس نيوروسيكاتري سوشيتي وقرتي تذكر ترى ذا لقعته حيث كن لابق ولا لبيت طبعاً ده ده حاول حس اللي حيت وما يروح حسه وحلو قعدت كاسي إن هذا شيء استعمال كفرها تذكر كل تذكر استعمال قبل الإنترنت ك إن لسه تور إلا لحتى ما يود حسد هذا عليس عليس هان ضد اليرة يعني ونقوم كيف فينا سيف عارف وحش كان محيطت كاسي إني لسه واجه هذا إني محي قف مكسرير تتجو هل قف عادي قال غير أو إنه تمن إلا لا تمر وكسر حظه تتكاسي يعني أنت أكو جم إيوان تاسي مشكلة تاعي سيدو كلا أي شيء كان تتكاسي إني محي إني لسه إني لسه درسته إنه حلو ركعه حلو قيل قلت له قال حلو كسر هريسة وكعه ومشاكل كهرباء لفت ذاك التاجم بكم التعاي وقض وضد وحوين ودراسة علاس كذا لو لفت ذا محي موتين سعير كذا حي قف كإنتر استعمال كفراغ بدل الإنترنت كاستعماله يسامد كوي يرد دون تمحي مستقبل كذا ها يهرديسة قضب كأشياء كذا تذكر محي سكيدين كلا الإنترنت كان أيوة اللي بنتوين كان واحد نوجي ذا ها سمد أصبح كم التعاي سمد بالودة قفك بالود قبى وحلقية أبى أما هذا ضرائفته محيالك أفتن كأني كقفك القات كعملاء كم قش حكورنا يا الله لي مركا عن سيد أمريان روح دوب هقول نقول جيت شيدان سيد شاحة ها جيت شيدان ويدوب هقول نقول بالتوج بريبس أورنا يا بريب هذا نوع ما ضح مرة يسافر فكرة دي يدي بتنا مكسورنا وبالهاد ما أنت سمع تتكني وحيلا هذا وحيلا وسهل قفك وين ترى يتك بالود كي يشرح كم waxaa sahlan si yar oo sahlan in mobilkiisa ku helo dadka isagu waxay raahan 170 ilaa 170 daraasad la sameeyay dadka badankood mobilkooda waxay helaan iyagoo aan lugaha hoodo dhaqaajinba adigoo ka imaan mobilkaaga helisa sheekuhu kugu jira misku ku saaray sariirta aksidu yala si yar oo sahlan mad ku helisa hatta tv-di wixii la fiirsan jiray iyo akhbaarta wixii laga socon jiray dhan qofka waxa ay akhbaar yar oo kooban oo kaga socon kara dhanka iyo internet ha qofku wuxuu diiday inta tv-ga siraaday wuxuu oranayaa halkan soo qaad mobilkaaga dabtan internetkaaga gal almisas isticmaalaya fataas wasaw kamid waxa hal qof u daaimo internetka isagoo is ogeeyay sidoo kale waxay raahdaan berigo hore dadku dimakay wax hada kitaab ma ka akhrinayso dad waxa jirta chapter ma dhameys allah ma laba chapter sadex chapter ku tooji wax tamil macayna internet ma isticmaalaa facebook dad furto hada sidoo wado mar uu istaagay imjita uu koranayo halka ma kugu maanta kugu istaagay ka baxay sifaan wadwada shaqoon jabtarada way badiyeen jabtarada ma taa wadwada shaqoon sifaan waxyaalaha qofka kale inuu idmaan ku sameeyo aanu joojin kareen in ha u soo noqono jawaabtaadi in waa hagaag daawada yar wili waxa ugu gudajirnaa dhanka iyo q
قيبه برنامج كقدر يرحيسين هنقف وقاننا برنامج كان وبرنامج أدواء ذك عودة وحنا سو قارن أنك يحاول ونها كنت يجوا جودي هنقف وقاننا سخسون قشوعان فيشنكا نيو افريكا وامد غود او اد كغه بغن دونتان برنامج كلد وان كواس او تاوانيا ان كاستا او نولاشا وحانا سي غار اه لوغو تلاغلاي بولشوينتا افريكا كنا بخايا افاف كلد وان سيدا سواحليغا هاوسها احماريغا اي افكا سوماليغا فرينتي سرو وا حل اوهليدا ديباتوين كجيرا قاردن سغونا اومرايا قوانينتا اي شروع الصحدا اه اي اودغسن ورباهينتا حروتي سنو و خرطوم سودان إكسيجينو و برواقة أفريكا إيو هرمر كيدا waagaa daawadiyaal mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawaada barnaamijka naga baratay dhanka iyo arimaha bulshada ee maanta ku falanqeynayna dhanka iyo arimaha u gaarka ah mashaakilka oo mashaakilada u gaarka ah arimaha bulshada ama dhanka iyo internetka ee barnaamijkan waxa martay uu ahaa Cabdiraxmaan oo doktor Cabdiraxmaan ee doktor xamarina dhanka iyo dadka muxuu iska gidaa leeyahay ayuu u jeeda mashaakilada ay waxa maasanti Cabdisitaar markaan ka hadlayno dadka sababta iska gidaan kar laayeen internetka oo ah تكلية شرحة هذا كان محي أدت نويهين وحكمل سلهان وقال قفك مركب مستعمله يو إنترنت كا ما تشرت ميل وران السوار استاج ما أنت تسيك وقول تاعين تاعي سود قالوا حي شيء قال قفك فيدباك بهلي أما جواب علين سلهان وقال إنترنت كفرت وحبة صورتي أبسط شيء قرار بتصورتي صاحبك هو كومنت كبحي وتكلي سو أجهزة وتجواب سه هذا أنا متكلم على جري وحلاقي وحكلا مركب صورتي فيدو مركب صورتي استيت كا عندك كلا أركان المهم واحد تتمحي فرين كسو علني سمر والبا قفا كل جري قفا ريبلاي كو سمي قفا ميل كو ميشن جري تاس واحد كان سمر والبا تكون نقطه ات تشيك جري سو اد ايكتو ديتن ترد سايت كاي مر والبا تكون نقنس ان كرو قادو سو كلو خيره هدان سنهان كلا قف مر والبا كو خان كو نقدو خدرين فرحات ام درين نوعا ما واي واحد لسو ديني واحد انو نغني واحد سامينسا قيبه كو مسخ حكو سو دا درين كمحي اما هرمونات دعانات فرحات ميقا كولا غريسي ميقا كو تاغيرسي يعني وحساب قف خير دريم يا محي ان 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 التي حقلنا ديت فرحات ادو تكمل غاره اير دريم يتمريرا سو كاله وحي شيغان تدك هاي جيرتك بشلك سوخان قودو قادم دولي رستاغو تدك هاي جير بشله مشكل كهيستو اما كويسكيسه كهيستو اما فاميليسه كهيستو اما جامعاد يسوح برشيدسه كهيستو وحي كينسنا سمحي انو بشدي حقل كروايو انو واتي كروايو مر بدن اما خلك يرايدين كروايو waxa isku dayayno isku mashquulay internetka internetka marka uu galo qof walba maskaxeen hadda wuxuu ku leeyahay wuxuu ku haysaa shakhsiyad mithaliya hadda Cabdisitaar maanta waxa jirta shakhsiyad mithaliya oo naftaada ku doonayso inaad noqoto oo naftaada mar walba aad isbarbartaa sidaa noqo oo naftaada hay jir aad ku dhirigeliso qofka marka uu internetka galo wuxuu awood u leeyahay shakhsiyad mithaliga maskaxeysa ku jirta khayaaliga inuu halka ka sameyn karo uu noqon karo qof wada xikmada duso koobiyo raayo xikmada uu noqon karo qof kaftan mirna oo raayo kaftan ka qosilinayo uu noqon karo qof ijtimaaciya في الواقع ما هي اجتماعي وقولوا ودحفوا لي مر والله لكن وحنا قال يا شخصي دو دوني وحه لي احترامك وحه لي جروب ونقنيا مسؤولكي سدوتن وحه لي كنترول سليني كلام معامله يو ادو جوجي وحا ادو سوديكا
وحن قلنا وحن قلنا activity عن حق هذا كله هين واقع لكن موتين سأ متسين سأ يمكن دريمي يفرح إنه بالشدة اعتبار كله يهر ليف مكون دريمي تبتين وحن كعب حسن يا محي مشاكل كتيري طيب مكون مشاكلها كعب حسن ذا مشاكل كسمر بوي يعلن حل كده إنه يسوق سأ وأنا تسيلة والله بس مشكلة هذا هو مشكلة مش قولي سها لكن مشاكل كي وحل كده ويكون تعال مر والبا وحيالها كين سنة يقف كهاي شير هاي تقول واللي بدن كوحي شيء قاع تتك هذه شير إن عن شقظة فربنا قمان أما قريه هذه شير شو قاع أما سينجل كه أما دمر كلا صفر أو كلا إن وجب بديه تتك كلا هذا تتك كوب بدن استعماله وحاب بدن ترد كم حاب تتك ودم بدن ويسترين تتك هذا في مليار كنوع هاي هاي شو القط حي حي وتتك ودم بدن قلبك شو قاع وقف قريه دحف ليه أنا عمل كلا حي تبي تنقف محسن ماري محي نسكت ضي محي إنه نقص كي هكا كي يمي اما كقابس كي يمي حياتي الواقع عين هكا كابو دكا قال انت ودنا قلبتك حي استعمال ما جيمس وقف عيار يا جيم بو عيار يا تساهان وكلا وكو عيار يا نين العقل نين هانتي له نين بقل غاري وته نين غوري له المهم سيو يعني هو تخيلات قفك اسغا تركيز كذا مو خساره يوس لي هي وحان كغبع وحياتي خياليه قفك كو جيرو وحياتي خياليه قفك سموسين دتك اني دنينيان في حين أنا دكوا دنينيين ودد وعدا مكتاي وخيال كتير قفكي مشاكل في ربنا أكيد سنة سوى. سؤال هذا ضمن ما دام أنا سيقرا قنتي جوجو ذا برنامج كنون كله نهاية بل كل هذا إذا صوكا باي نبعتوين كم مشاكل كله لأنك إيه فهم الك أما هوي أب إسقاب أما جوري إسلا جوجو ريركي إسلا جوجو وأما حد نبعتوين كأذا صوكا نبعتوين كأو بدل إسلا ذكر. وحين أوران كرينا هدية إنك شيء إنه لو لا تحقق ذا مهمة وحين شيء كان بقول كيو تمان waalidka qaar kood inay mobilada isticmaalaan ilmuhoodana ay dhulka dhigaan isla yihiin ma hayrantu warwareegay meelahan adduunka isticmaaliga isla laba shaqo hal mar isku qafo ilaha quraanka shaqo kale ma jacal rajul maqalbayn fi jufi bil macna waxa laga yaabaa ilaahda 119 dhiba in arurta dhibta soo gaadhe in lagu tala galin ama in dhacaan ama in dakhramaan in uu sabab yahay internetku internetka ha sidoo kale waxa ilaahay sheegan wax kamida oo muhiim ka ah shan iyo kutan waxa la isku dayay in la sameeyo shan baritaan oo sameeyay jornaalka pediatric ee 2014kii waxa sheeba lagu sameeyay 15 group oo family kala duwan oo ka cunteen hotel cunteenka fudud laga cuno wadaa isticmaalay camera dabcan waxa la eegay dadka waaweyn carruurta wada intee in leeg bay mobiladooda isticmaalayaan waxa la ogaaday 4 ka mid ah dadkaasi inay isticmaalayaan mobilkooda waaba kala duwan yihiin qaar kood ba in yar isticmaalay laakiin qaar kood ba haa ku taraxtigay oo laga yaabto sida dhamaantood ay isticmaalayeen يعني فهم الكيرير كي أسوي هرف فديه مرير كي أما أبيه يرجع دني هرف فديه لقي أوقف كل يسنس كجستو ها والد كي مسؤول كها عرته حلي جاي هاد الميس وقت كي يسنس حلي جاي هاد إنه لش كجستو وقش كيش كحرير أما شو كين كالدون أما إيش لحق على حلو كده وحوجنا هذا والد لقي أقول إنه كم مشغوله بلو حد عليه شيء جاني ما كبرتان كسمع حد هذا والد بقول كي بقى فرتن كوا آت كوا استعمالي عرته ما كي لحظين وحيقو جوابين إريه كل هذيك مال هذني أنا وحبك كده فهم بقى وهاي سوكو كتشروكو مشكوسن دوت يهيب لي صاحبك وحبك صدري وإلمي سلاح ذي ما قعد يجي لي بورنا يا وحلقة يوم كرك كسيه بقى سوون سوين وهاي كتشرة ومشاكل كتشرة ويان ووقت جا حساس جا إلمه أنا هاد إنه هلا وحق الله هوا ويان ومشاكل كنا جاي استع تاسمح حكي أنسى إلمه ها إنه طبق واحد سمين سو إذا المركب إحنا غنيسا سامين وكويلا نيسا ما دام هاد مشاكل شيء جيك تدك هذا بضنا يكال الله ضيع شامة تدك ويل عرورت هذا لاي كده ده عن أم إيش هي كان عرورتي يعني وحنا قدين عرور مرو الباستعمال كده أم مدارستي وحنا كذا مشغولة لأنك أيوة أرما إنترنت كام تلفون كام مرو البقى عندك أسيق ولا غيره وثمان سنة مسكر سنة مسدد سنة سوق جرو طلبنا إنه تلفون في عنو هلو كو استعماله لأنك إنترنت مركب مرسيدس دي كرا وحاك كلفي والدك ما دام هو مشغول ها واي واحد تحت قاعده اساسيه ان ما يروح يسموح يسميه واحد ادق سميسو واحد دوتك اخر ما يرسو كريم ما انت ما اكو اركو حال سمينه سو حركين ولا اكتيو سمينه واحد هذان دراسه مهمه اي شيغان تدك هاي جير استعمالك عروت مركه كو هذا استعمالين ودمنا القلبيه قيف ودمن بدن كميدا ان سو غاري دا ستي جير وإلمها مركه كو هذا انترنت كو استعمالي هي ستي جير هلك مركه هره كفر بندد دورتن كو استعمالي انه هذا كو استعمال المها مركي سو كو هذا انترنت كو ستي جير سو قا waa mushkil khadiira taala meesha moogtay oo sanahan kala ilmihii yar wax laga yaaba in sanahan kala internetku isticmaalo kala garmaa ilmaha yar internetkan uu wanaagsii dadkan internetka wax ku soo qoray ilmaha yar tix gelimaaya wax laga yaaba internetka ilmaha inuu saameyn ku keeno oo inuu keer tarkiiska ama inuu wax tarkiisiyo ama concentration ku sameeyo yani wax inuu ku ogaado ama focuska uu saaro inuu saaro way ku adkaanaysaa dhawtii ma hayr muko isticmaalo ma xataa internetkan faraha badan iyo xeelahan
هدي كوسيد المشاكل كفرها بدن كلا هدي وحي لك خلدن أما صورة أنا ولك سنين كتشر على المهر تربيدي سامين كري والدك حلق قدامك ده أدن سكوت دايو هذا والدك بيجي هراء حلقه أنا تهدي قبل كم كرد عام إنه أجان كرين أجان كرين فريسوريا جوريا كتشو أما أنا تهدي لسه عن كريسي لكن ما تعوي كده وانت هاي إن ما هجوري كوتش جا وحاول له إنه دافع الدنيا ده حلقه لي هذا كسوري سوري كفرية أوه هن براك وصالح وفرية لكن معها وحي لك الكتشر waxaa kula gudboon masiidii Soomaalida aan isticmaalo ahuriya ka joojiyay oo ka xiray internetka iyo waxaas waxaan qabaa anigu inay marar badan imishka ka sii siyaadinayaan bal intaadan galin maxaa in dirdaaran ama guud ahaan ama ilaajin aleedahay maadaama mushaakishii ay taalo inta cudur maanta hadda ay sheegtay dhanka ay ishtimaaci ahaan caafimaad ahaan maxalladii jiray dhanka ay reerka u qos u gaar ah dhanka ay caruurta u gaar ah bal maxaa in ilaaj ahaan loo dhigi kara inta walaal Cabdisitaar anigu waxaan aran lahaa dad ku waalidka ilmaha ha baran in naftiis ama ku kubciyeen qofka dhalinyarta in naftiisa ilaaliyo haysku dayan in dareensiyo ilaahay ilaalinayo ilaahay u yahay samee caalim basir haysku dayan in waxa loo yaqaan ilmaha naftiisa in control in kor u qaadaan yaani isku dayan marar badan in ka joojin hal mar ilmaha ku maagaan ay ku dilaan waayo waxa ka sheesa gadaashood mar aan joogin inuu isticmaalo mar aan ag taagnin inuu isticmaalo waliba si ka sii daran xooga inuu isticmaalo ha islaam waxa laga diiday laga cilinay waa maxay ilmaha yar inay self ama xiwaar la yeeshaan dibtina u sharaxaan waxan dhibtiisa ay la saaxiibaan anaa saas soo jeedin lahaa sidoo kale waxaan oran lahaa qofka mu internetka isticmaali waxa yaala ugu muhiimsan ay sheegan xakamada halkan maalinka jeer garin lahayd 23 jeer ku shubo mobilkaaga ama application ku shubo intaana ugu gudub kale kulli geen waa isticmaal internetka inagu adigu iska ma saarna dadka wiin kooda jirna laakiin walu kala diray waa mushkiladina saameysay naftadeena fiin waxaan sheegay inuu san qabo isku dirmo inaad gareeyso inta isticmaal la samar badan oo halka ka isticmaal jirtay 20 jir ajee garantii maalinki 10 shan soo yare isku dayna samayso waqti badan oo aanad isticmaal karin xilliga asxaabtaada ama qaxida la fariido xilliga family-gaaga raacayso xilliga aad qoyskaaga la joogto muxruum ka dhig naftada muxruum ka laga yaabo dadka qaar ayagoo shaarac maray ama خطر بكليان قارين وجيرة ما قارين وكل عقفك ها خطر ونفتح وقت لا قارك محروم كلك سو كانوا حن قواح ويان محي سكوت ده إنا برشيد على كرو قاعدة نحكي لك برشيد على سمين سهاي كير بالمعنى هذه دت وحيلا كان سنة حكام قفكم برشيد كسر عمله ترد انترد كجلي سوما حيد مشاكل كاتش كها يستحق برشيد أصحاب يلا دت كاعد نحكي أكتيف تك هالدول سكوت ده إنا سمين سوسي كاعد مشكلة سينترنت كا waa waxaan wax ku bilisiin maxay research kala duwan dadka ku badan ee sheegnay in galaan waxa weyn dadka la furay dumarka ay jirguuriyaha jooga ilaalinaya iyo dadka kaliya ahaa weeyaan dadkaasi haa dadkaasi waqti go'da xaqan kale ay gelinayaan marka xoran leh waqtiga ilaahay baan weydiinay mar walba wad garanaysan ahmiyad waqtigu leeyahay qofka muslimka wad garanaysan inta jir in maxay ilaahay ku dhaartay waxaan oran lahaa in maxay waqtigan ka faa'iideysano in isku doonaan yareen in intaan si dhameystirin bal dhan yar marka ka feerno dadka qaar waxay wax ahaan u fiiriyaan gaar ahaan markay u fiiriyaan waxay arkaan rag culimo waaweyn oo hadda caalamka marka loo fiiriyo kule yani baawr ama qof saameyn ama qof lagu deeyo maadaama loo fiiriyo in hadana isticmaala internetka habeen maalin fadhiyo wax soo dhigaayo wax qoraayo in ma la dhigi kara xitaa dhanka iyo culimada naftirkooda mar walba maadaama culimada ay isticmaalaan dhanka fiican yani badheen culimadu waxay isticmaalaan dhanka xun بل نفتركي مشاكل نقن كرتام الله قفك ما دام متابعه حالا يقفك انه متابعينا مرور شيخ هبل شيخ هبل كسو متابعينا الغيا وان متابعته اسقو ودين مشاكل كل دنكا غله ويشو هرت قفك انسان كاي مركزته وبلا ادم wax adiga ku dabaq ma qof kale ku dabaqmaya way dhici kara saaha qof sheekh wal ama qof bulshada maqam kulle inuu marar badan ku talaxtago oo soo dhigo hadana isku dayo marba maxay akubaayd ama wax la yaqaan fi qalaad maskaxiis marba ka fikirto way dhici kara saaha ma ha dadka ma ha qoyska ma ha afraada ma ha dhalinyarta hadda dadka waa inuu gaari karaa saan qaba anigu oo way saameynaysa oo tarhaano kala dad akhriyo kutubta ka qorayaan dad badan waxaa laga yaabaa culimo badan oo qaarkood oo sariixad u hadlaya inkastoo bulshada hormuud yihiin marar badan laga yaabaa qaarkood inay ka gaabsadaan in carab ka dhawaajeen dhahdaan mar aan galay Twitter mar aan galay Facebook waxaa laga yaabaa inaan ku saamuleeyo xilliga aan maray aan isgarin waa dibadda isqabarka aan xasuustay aniga ku jira un oo isticmaalaya un waxa weeyaan culimadii dadkii mushkiladan dadku dhan baa u siman waxaan waxa weeyaan waa biological marka aanu sharaxnayo waxaan maxay la xidhaa maskaxda ay saameynaysaa qofka qofku marka waxaan sameeyay waxaan qofka farxad ka dareemay ma sameeynaayo qofku waxaan ku sameeyay farxad buu ka dareemayaa deganaansho ka dareemayaa iyo wax ila halmaama dadka qofku uu sameeyay uu ku noqonayaa waxa la muhiimka ay u baahan in la saaro tirkiis wax kamida waxa la sanin saaxiibka la fadhiyo
تبتنا كصاحب ولا شركة سان لها إنه لقي عبون استعمال الإنترنت كا تبتنا وكان كم مقام وكفوك إنه لا شركة يستو ولا عجيب الموضوع حويا كا ولا شركة سان هادو قمش وتوه وقطعه وحركة سيسوق كي لف ولا حد نت كي كلا سوري ها وحي وحنا قلت ما هقف كمان حير أنا بهلك تحكي لنا أما عن حيرني وحي وحنا قلت أكتيف دي قف كمرة بقى وسمانيه وقالوا يمكن مسكح الدراسية حيران قف ما كستو ورجيو ورجيو وهليو هبل بقى فرحديسة هبل بقى وحصار لقي هبل بقى كلها قري إن قريب كم يدمسك حد وحنا ويستملت قرينا ده فرحدي ربك هليه أما درين يروح فرحدي لكم الجار وك هليه قف كل حكم مشغول هذا في كوان نلش سكلها شئنا كم يتحقق إنه أكتيف تيجي وحيلها أذق أهين وحقريه إنه هول أذق قبته إنه سكانتره إنه شو قرشة وسمى إنه ضعيف وسمى شيء كبحيسه ودي تنقف قوم حي وبري دين عن كلا وبري وحسامين سأرد جوا حبرشيس سامين سا لا بدو قف يسقى ويقول يسقى أي سامين سا المهيرة سوكا عيا أي سامين سا تربية دت كأيد بشيء أهانت بسوق دو سامين سا عن قباح حويا وحلمود وتشوتين كرنه ما أرنا إمام الإنترنت هل مر هل لو دميو هل لو ضجر فيسبوك هل لو ضجر واتساب كا هذا نشان شيء قد يعني نفط إذا سمين كرنتا بل أنت بركة كتك نعم أنا متك جود بل إنك هاي أوصل الله عبد الرحمن بالمجلة يعني ما دام هاد إنك يكلي دعف ما تكاد كتت وقت فر بدن أديكني السودان وقت بدن أجوكتت بالمجلة سامين وقت على هذا وقت محدد كوجي شيء إنترنت كدبنا كيقول ما دام قف كمرة ربك في عيا مثال رسمي قف كأسرع مري كدي من ذاتك وجود بي بالمجرى سامين رسمي هذه مرة قوية شيء كيقول تبي برامج كا كون ديرتين ذاتك وجود بسيط ما دام أراد هذه هذا ما أنت سيدا ينور رئيس هرت قف لما استلم مجرى سيف كل جانب العالم بين هاي جابسي نقصان وذولا إنها ملة إنه إذا نو وشرتها ها وشرتها مرة بدل ما شرتها مرة بدل ما تجلس وكسامين السو أتكون فكرة السو وحصورك وحصور صورك مرة بدل ما كتجلس وكسامين السو ميا لقولا قري كان كلا مرة حتى تعاملتي كان سنسو واحد كحكي كان سنسو واحد دون السو أنا برشل لو ذاكتو مرة بدل واحد هو قامين يا محي واحد يكون شعليهين واحد يكون شعليهين كفتان كفت ما لو ذاكية أنا يقول مشكلة أوك إني برشل هايستو ودن كي عمل مشكلة هايستو على جاي أبين أركتي ذكر يبين كيودت كان لو ذاكي كريو لا لو ذاكي كرماي محل لو ذاكي واحد كقصلنية محل لو ذاكي الشيء يكون شعليهين محل لو ذاكي إيري يرو مركب آخرية كريان ودت كدبتنا وحاصل حلقة يا مرة بظن إن حتى باربوسك أما هدف ولا قال لها إن فرين لقد بيوقف في رأيي سحبر إنه ساميري فها ويجرت أنا شخصيا ويجرت مرة بين سبحان الله سامي سي وأنا بتذكر هو بلا هذا قابل سنو كمان برنا أي قف ويسامي نسا وحن تاجني حتى تذكر وين هرمود كأي بشدة هرمود كأي نسامي نسلفت هذا أي مكتها أي جارسو سيفان ما دام وحن تاني مشكلة بس يعني مشكلة جرت أي ذات كمان توقف والبود أجي هاي ومشي أصعتي اللي بتوين قيل هذا قفوا البوقية إن وهجا داوضيال برنامج كينا وحواءها برنامج هذا وفي عن عوا كفلن قينا لأن كايو أنا ما هو قارك أنا بتوين كأمة سيدو كتير مامي دكتور عبد الرحمن بالود إنترنت كا قفوا البر ما تمركو مغلب بالود سيكل ولا جيا وينو قاطه إن برنامج كي وحمرتي وها عبد الرحمن علي أحمد دكتور عبد الرحمن علي أحمد اللي كتا كل هذا عاف ما تكا برنامج كوحني ده هنا أنا وها عبد الستار الأحمدي لنكا أيو كامل ذو حنو جوغو ولا الكين السعد أيو لنكا أيو أرمها صوص هاردي برنامج كأيو جود أهم با الدولي سيدان برنامج سيدان كلا كلا كل من وحن لنا سيدا أيو نبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته